دير الزود 9/8/2012 تصف الطيران الحربي على مدينة مو حسن. دير الزود مدينة مو حسن 9/8/2012 هذه طائرة نظام الميج 21 تقصف مدينة مو حسن. هذه مركز الناحية تصفت صاروخين بالبداية، أحدهم نزل في الناحية والثاني في مدرسة حكم فندي، وهي تعاود قصف المنطقة التي تصف هدفها. صاروخ الآخر نزل في أرض زراعية، الحمد لله.